وللحديث عن هذه طبعا المقالة وهذا الرأي ينضم إلينا من الطائف أستاذ الأدب المساعد بجامعة الطائف الدكتور أحمد الهلالي. دكتور مساء الخير وحياك الله في الراصد. مساء الورد، أسعد الله مساءكم أستاذ عبد الإله ومساء المشاهدين. دكتور، لغتك في المقالة كانت حادة جدا، هل فعلا هذه الإشكالية تستدعي هذه الحدة؟ تفضل. أو وجود هذه الإشكالية تستدعي هذه الحدة؟ تفضل. حقيقة الحكم على المقالة بأنها حادة، هذا أنا ككاتب لا أستطيع أن أحدد هذا الأمر بقدر ما يحدده المتلقي، وإذا كان هناك حدة في المقالة فربما تكون انعكاسا لما حرك المقالة وجعلني أكتب عن هذا الشأن بالتحديد. إيش هو المحرك الأساسي لهذه المقالة؟ والله ككاتب رأي يعني أشغل مساحة في صحيفة وطنية، يجب أن أنبه إلى ما أراه يعني يكدر صفو الوطن أحيانا ووجود البيروقراطية في مؤسسات عملاقة كالجامعات، هذه من المؤرقات التي تشغل بال الكاتب. جيد. ولا بد أن يتوقف عندها وأن يلفت النظر إليها. لكن كأكاديمي يا دكتور ربما يأتي السؤال أيضا، ربما إشكالية شخصية بالنسبة لك. حقيقة لا يخلو الأمر أخي عبد الإله من هذه اللفتة أيضا. نعم. لكن تأكد تماما أنني لم أكتب بصفتي الأكاديمية هذه المقالة، وإنما كتبتها من أجل النظام الجديد المقر للجامعات، هذا النظام الذي دشنه أو عفوا يعني سوق لمسودته معالي وزير التعليم قبل مدة. هذا النظام عندما يطبق في بيئات ما تزال يعني مسكونة بمثل تلك الأوصاف سيواجه العديد من الصعوبات، ولابد أن يكون هذه البيئة تكون يعني مهيئة وجاهزة لاستقبال هذا النظام الذي انتظرناه طويلا. نعم. طيب بنجي للحلول فيما طبعا يتعلق بهذه الإشكالية التي أنت وصفتها فيما يتعلق بالتحزبات داخل أسوار الجامعات. أنت ذكرت دكتور أن جل الجامعات فيها هذه الإشكالية بما الأغلبية، وأنت تذكر هناك إذن جامعات مستثنات من هذه الإشكالية برأيك؟ حقيقة أنا لا أتهم جامعة بعينها ولا أبرئ أيضا جامعة بعينها. القضية أخي عبد الإله والسادة المشاهدين هي قضية إدارية، والقضية كذلك هي أوسع من الجامعات، توجد أيضا في إدارات أخرى غير الجامعات، لكن الجامعات لأنها هي التي نعلق عليها الآمال بأن تغير كثيرا من السلوكات الإدارية وتفتح آفاقا للوطن خاصة في ظل الرؤية 2030، وهي أيضا مؤسسات عملاقة وكبيرة تحوي بين أسوارها على العديد من العمادات والإدارات، فهي الأبرز أو التي تستحق أن نتحدث عنها وأن ربما نعم الانعكاس فيها يكون أكبر قبل الإدارات الأخرى. جيد. طيب دكتور تحديدا لداخل الإشكالية ذكرت أن هناك تحزبات، في طبعا الأخطر بالنسبة لك كان حزب المدير، أيضا ذكرت أنه هناك أيضا تشبع بعدد من الذوات المحبطين، أيضا ذوات المتنمرة، الذوات أيضا المتعلقة والتي تعتاش على الصراعات. أعطينا أمثلة دكتور، خلينا نتكلم بلغة بسيطة أيضا لشرح هذه الأوصاف التي ذكرتها عشان نفهم المشكلة ببساطة وإيضاح أكثر. تفضل. حقيقة هي إفرازات للصراعات داخل الجامعات أو داخل الإدارات الأخرى. لا أستطيع أو لا أستحضر حقيقة أمثلة بعينها، ولكن نعلم أن مركزية القرار إذا كانت في نطاق ضيق فهذه المركزية ستجذب البعض إلى الاقتراب من هذا المكان حتى يحظى بما يرى الآخرين يحظون به فيه.
هناك من ربما ينتقد أو ربما يعارض أو ربما يشاكس أو يكون له موقف معين من هذه الدائرة الضيقة، فيستبعد، يقصى، يحرم من بعض الأشياء التي يحظى بها المقربون. وهذا كله بفعل الصراع المبني على أحيانا على الإيديولوجيا، أحيانا يكون على المواقف، أحيانا يكون على عنصريات أو مناطقيات. كل هذه الأمور واردة في الأجواء المشحونة بالصراعات السلبية. جيد. طيب دكتور، أنتم كأكاديميين، خلينا نتكلم كأكاديمي، الآن أنت قمت بواجبك ككاتب في أنك تعرض هذه المشكلة، لكن كأكاديمي أخذتم طرق إدارية في حال والله أن تعرضتم لمثل هذه الإشكاليات الموجودة داخل المؤسسة التي تعملون بها؟ هناك زملاء من خلال معايشتك أيضا معاصرتك قاموا بمثل هذه الخطوات لمرجعية أعلى حتى تحل هذه الإشكالية قبل أن تعرض أيضا في الإعلام؟ تفضل. حقيقة أنا لا أملك خلفية يعني عمن تعرض لمثل هذه الأمور. أنا استقرائي للقضية جاء من خلال بعض المشاهدات وبعض الاستماع للكثير من الأكاديميين على مستوى الوطن، أيضا بعض ما قرأت بعد تسويق مسودة القرار، إن صح استخدام كلمة تسويق هنا. هذه الأمور يعني جعلتني يعني أتطرق إلى القضية، لكن بصفة عامة يعني نحن لا بس دكتور، احنا دكتور اذا تسمح لي كما قلت نحن اذا تسمح لي، انت اكاديمي دكتور، استاذ الادب المساعد بجامعة الطائف. طيب حخليك تكمل فكرتك، بس احنا نبغى نروح لحتى اللي بيقرا المقاله بيتاكد تماما ويجي انطباع ان هناك ايضا جانب او خلينا نقول تضرر شخصي للدكتور. تفضل. في حقيقة الأمر يعني الفكرة اللي كنت أريد الوصول إليها، نحن كمواطنين سعوديين نحن لا نتوقف عند الأشياء الصغيرة ونقوم برفع القضايا حولها. فالأستاذ الجامعي أيضا لديه من المشاغل ما يكفي أن يرافع إلى وزارة التعليم من أجل حضور مؤتمر أو من أجل الحصول على ميزة حصل عليها آخر أو هذه الأمور الصغيرة لا يشغل الأكاديمي باله بها إلا إذا وصلت إلى أمور أخرى. أما على المستوى الشخصي فحقيقة يعني أنا لا أملك أي موقف تجاه الجامعة التي أعمل فيها ولا تجاه الوزارة، وإنما كتبت بالصفة الأكاديمية. كنت سابقا أشغل عملا إداريا في جامعة الطائف، وعن طيب نفس قدمت استقالتي وتركت هذا العمل الإداري انشغالي بأعمال ثقافية في نادي الطائف الأدبي، كذلك لانشغالي بأبحاثي، وكذلك كتبت أكثر من مقالة انتقدت فيها الجامعة في بعض الشؤون الثقافية، وكتبت أيضا مقالات أثنيت على الجامعة في بعض التوجهات. خلاص وضحت هذه الإجابة دكتور فيما يختص طبعا بالجانب الشخصي، لأنه الربط وارد وأيضا مهني أنه يكون موجود. لكن دكتور أخيرا ذكرت أمور صغيرة، أكيد لما تكون المنافسة كما ذكرت ليست في الجوانب العلمية إنما المنافسة في جوانب أخرى وحزبية، ألا تعتقد أنه هذه فعلا مشكلة صغيرة أم مشكلة لا يجب أن يكون هناك أيضا حل لها بكل تأكيد حتى تقدم الجامعة كما وضع التساؤل الهدف المرجي منها كونها أداء دائما تكون مفترض أو في المقدمة كمكانة أكاديمية؟ تفضل أخيرا دكتور. أحسنت. أيوة طبعا الأكاديمي داخل الجامعة عندما يتعرض لهذه المضايقات التي يحصل أو تحدث له سيتوجه ويحاول أن يجد حلا لقضيته، لكن الهدف من المقالة ككل هو تنقية البيئة الأكاديمية حتى يستطيع عضو هيئة التدريس أن يتفرغ لما عين أصلا من أجله، وهي العملية التعليمية والعملية البحثية وأيضا توعية المجتمع. فبدل من أن نصدر الذوات المحبطة إلى المجتمع يجب أن نصدر ذوات تعمل وتطمح وتتنافس علميا لتنتج ما ينفع الوطن. شكرا جزيلا لك ولحضورك الدكتور أحمد الهلالي، أستاذ الأدب المساعد بجامعة الطائف، المسؤول الإداري بأدبي الطائف. شكرا دكتور.